السلام عليكم، مرحبا بكم في الفيديو الجديد. اليوم ان شاء الله غنهضروا على المستجدات ديال السناتوريا. بقاو معايا. You already know. لأول مرة كتفرج فيها منساش تابوناي وبرك على الزر الأحمر، خدم جرس، حقاش ان شاء الله غيكونوا مستجدات بزاف في هذا الموضوع هذا. وما تنساوش الجيف اواي اللي راني دايرو، راه لا ديسكريبشن ديال الفيديو اللي داير فيها الجيف اواي كاينه 150 اورو للربح ان شاء الله. ما تنساوش تمشيو تشوفوا داك الفيديو باش تشاركوا حتى نتوما فرجه ممتعه. فكما كيعرف الجميع ان هذا الموضوع هذا كان كيشغل كاع الناس اللي كاينين في اوروبا وبتحديدا اللي كاينين في ايطاليا، حقاش القانون كيخلي الناس اللي ما عندهمش الاوراق يصايبوا الوريقات ديالهم بواحد الطريقه قانونيه. فهاد القانون هذا كان دار واحد الضجه في الاواخر ديال 2019، حقاش كانوا كيقولوا بانه غادي يخرج مع قانون الماليه ديال 2020. بقينا كنتسناو، داز الوقت، القانون ما خرجش، ما صادقوش عليه، ماشي رفضوه بواحد الطريقه نهائيه ولكن ما صادقوش عليه. الجديد اللي كاين اليوم هو ان وزير الداخليه اللي كاينه حاليا اللي مكلفه بوزاره الداخليه في ايطاليا جبدات من جديد هذا الموضوع. غنشرح لكم بالتفصيل. كما قلت لكم في 2019 كان مقترح انهم يدخلوه في مشروع القانون ديال الماليه 2020. حاولوا يدرسوه، ما صدقوش عليه باش يدخل في مشروع القانون ديال الماليه 2020. كنت درت واحد الفيديو قلت لكم ان بامكان ان هذا القانون يخرج بوحده، يعني ما يخرجش مع قانون الماليه 2020 ولكن يخرج بوحده في واحد الوقت اللي محدد. الو، بالنسبه لهذا القانون دابا علاش باغين يخرجوه؟ باش تفهموا علاش هضروا عليه وحيدوه وعاودوا هضروا عليه عاوتاني. حقاش القانون هذا كيحل واحد طرف من المشاكل الماليه اللي كتعاني منها ايطاليا. حقاش هذا القانون هذا ما غاديش يخدم غير المصالح ديال المهاجرين، غيخدم اكثريه غيخدم مصالح ديال الدوله الايطاليه كدوله وكاستقرار مالي، بان دابا كتعاني من واحد الازمه خانقه ديال الفلوس، يعني انها محتاجه لواحد لي فون اللي غادي خصهم يدخلوها ودغيا. وهذا القانون هذا كيقترح مليار ديال الاورو غادي تدخل في الوقت اللي غادي يريغولاريزيو فيه الناس، و ثلاثة المليار تبقى تدخل سنويا، يعني كل عام تبقى تدخل على شكل دي كوتيزاسيون سوسيال. كيفاش كوتيزاسيون سوسيال؟ بحال دابا مثلا في المغرب ملي كتخلص كتشوف داك البوستا باغا ديالك، ولا كنقولوا لي حنا البولتان دو بي، كيبان لك في لاسينيسيس راه قاطع لك واحد 600 درهم 400 درهم على حسب انت والسالير اللي كتشد. هاد لي كوتيزاسيون سوسيال كيمشيو للخزينه ديال الدوله اللي مخصصه لي روتريت، يعني مخصصه للناس ديال اللي عندهم لا روتريت. شنو كيقولوا ليها؟ لا روتريت، ملي كتخدم حتى 64 عام وكتسالي الخدمه ديالك، ولا كتخدم حتى 60 عام وكتسالي الخدمه ديالك، كتمشي في لا روتريت. ملي كتمشي لا روتريت منين كيجيو دوك الفلوس؟ كيجيو من عند هاد الناس هذا. وايطاليا كتعاني حتى من هذه المشكله ديال لي روتريت، ان عندها ان نقص في ديك الميزانيه ديال لي روتريت، يعني بقاو كيغراطيو شي شويه، حاولوا يزيدوا من السن ديال لو روتريت، وهذا الشيء طاري في فرنسا اللي منوض البلبله في فرنسا. المهم، القانون ديال السناتوريا راه عاود تحط في الطبله، يعني داروه الاوردر دي جور. يعني الاوردر دي جور هي انهم غادي يديروه ما بين المواضيع اللي غادي تناقشها في الايام المقبله الحكومه ديال ايطاليا، باش غادي يمكن ليهم يلقاو واحد الحل. دابا غنحاولوا نهضروا على هاد السناتوريا وشكون الناس اللي كتهمهم وكيفاش الناس غادي يقدروا يستافدوا. المهم، دابا خي هاد لاختيك اللي قريت انايا راه غنخليه لكم لتحت، هنايا نخلي لكم لا ديسكريبسيون ديالو لتحت، يمكن لكم تمشيو تقراوه يعني بتمعن بشويه عليكم باش تفهموا داكشي كيفاش داير. المهم، هاد السناتوريا هادي كتهم الناس اللي كاينين في ايطاليا بواحد الطريقه اللي هي غير قانونيه،
يعني سواء دخلوا عن طريق يعني القوارب، ولا دخلوا بواحد الفيزا اللي هي سياحية وحرقوها، ولا الناس اللي دخلوا هنايا بواحد الفيزا اللي هي ديال العمل، وخداو البيرميس دو سيجون ديالهم، ومن بعد وقعوا شي ظروف ما قدروش يجددوا، ولا ما خرجش لهم داك البيرميس دو سيجورن لسبب او لاخر. المهم هاد الناس هادو قال لك غادي يحاولوا يلقاو لهم واحد القدر المالي اللي غادي يخلصوه، يعني تخلص واحد لا تاكس، تخلصها في البوسطه، تقدر تكون 1000 اورو 1500 على حساب كل مره واش كيقولوا، وما غادي يحاولوا يشوفوا. وتاني حاجه خاص يكون عندك رب العمل، يعني خاص يكون عندك مانداتوري دي لافورو، يعني ان امبلويور اللي غادي اسيوريك. هاد لومبلويور هذا فاش غادي ينفعك؟ هاد لومبلويور هذا الا كنتي انت دابا فواحد السيتياسيون ايريغولييغ، ولا كنتي واحد المهاجر سري وعندك باترون ديالك اللي قابل انه ياخذ يعني المسؤوليه ديالك، ويصاوب لك الكونترا ديالك، يعني كونتراتو دي لافور اللي هو ريغولي وقابل انه يخلص عليك كل شهر لي كوتيزاسيون سوسيال اللي هما هنايا في ايطاليا ليمبس. فبامكان ديالك انك تدفع في هذا القانون هذا اللي كيحاولوا يتناقشوا فيه دابا. المعلومه اللي هي تزادت في هذا الامر هذا، هي ان وزيره الداخليه قالت لهم بان هذا القانون هذا خصو يخرج باسرع وقت ممكن. انا دابخي الاناليز اللي بانت لي، يعني دابخي هادشي اللي كنشوف وشنو بان لي، بات لي واحد الحاجه، بان لي ان هذا العام هذا شتو ما هضروش على القانون ديال الكونترات، حقاش كل عام ايطاليا كتدير واحد لي كونترا باش كتجيب العمال الاجانب يخدموا عندها، سواء ستاجيونال يعني بواحد المده وجيزه، ولا لافورو سوبورديناتو اللي هو كيبقى كيعطوك الوراق وكتبقى خدام في الدوله الايطاليه. هاد القانون هذا ما بقاوش كيهضروا عليه، وخرجوا عليه بزاف ديال لي كريتيك، يعني بداو كينتقدوه بزاف كقانون. قال لك هاد القانون هذا ما موالمش لينا. انا كيبان لي والله اعلم انهم غادي يقدروا يانوليو هذاك القانون ديال اللي كيخرج كل عام ديال فلوسي، وفي الجهه الاخرى يحلوا لي ساناتوريا حتى هذوك العمال بعدا اللي كاينين هنايا اللي هما في واحد سيتياسيون ايريغولييغ يريغولاريزو راسهم، وعاده يشوفوا هذوك الاخرين اللي غادي يدخلوهم من برا. وكاين واحد النقطه اخرى اللي بغيت نهضر عليها، واللي هي خلات عاوتاني الدوله الايطاليه انها تفكر تعاود تحط هذا القانون هذا في لوردو دي جور، هو المشكل ديال لا سيكوريتي، يعني مشكل الامن. تخيلوا ان عندك 700,000 شخص كيدور على التراب الايطالي، ما معروفش شكون هو، ما معروفش الاسم ديالو، ما معروفينش لي زومبرانت ديجيتال ديالو. الا دار شي كارثه ولقاو لي زومبرانت، ما عندهم ما يصوروا، حقاش ما مغيبرتوريش، ما كاين في بلاصه، ما لا باز دو دوني ديالو ما كايناش، ما عندوش لادريسه، ما عندوش واحد الفوتو اللي داخله عندهم في لاباز. يعني هاد الشخص هذا بحال قلتي واحد الفونتوم، واحد الفونتاز ممكن يقولوا هنا، بحال قلتي واحد الجن، فهمتي؟ ما عنده حتى شي هويه، ورغم ذلك راه ساكن في ايطاليا لسنوات، يقدر يكون عامين 3 سنين 4 سنين، لكن كنعرفهم عندهم 8 سنين وما هنايا بلا اوراق بلا والو، عمرهم ما دخلوا الكوميساريه داروا شي بصمات ولا شي حاجه، يعني ما معروفينش عند لي سيرفيس ديال البوليس. هذا حتى هو واحد الامر اللي خلاهم كيحسوا بالرعب، حقاش يكون عندك 700,000، وما تيقولوا 700,000 ولكن اكثر من 700,000، راه تقريبا واحد مليون نسمه اللي ما معروفاش، يعني كاينه عايشه على ارض الواقع ولكن ما معروفاش. وهاد الناس هادو راه كياكلوه كيشربوه كيسكنوا، يعني راه حتى هما كيساهموا في الاقتصاد ديال البلاد بطريقه او اخرى. وكاين اللي عنده باترون اللي من غدا يقدر يدير ليه الكونترا ديالو، غير هو ما قادرش، يعني الباترون ديالو عايشين في واحد لا سيتياسيون ايريغولييغ بلا هواهم، يعني عايشين في واحد السيتياسيون اللي هي غير قانونيه ولكن بلا هواهم. المهم بقاو على بال هاد الايام هادي، غادي يكون بعد المستجدات في هذا الموضوع هذا،
اللي ما مابونوش معايا تابونا باش يوصلوا كاع الجديد ديال الفيديوهات ديالنا، وان شاء الله راح متبعين هذا الموضوع عن قرب. كنشكركم وما تنساوش اللين راه كاين لتحت، سيروا قراو اللين، ولا لقيتوا شي روابط اخرى اللي فيها معلومات جديده ما تنساوش تبارطاجيوها معنا في الكومنتير. الله يسهل على الجميع، الله يعاونكم.